نروح بقى من كرة القدم لكرة السلة، وأعلن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع يارا أسامة عشان يدعم فريق كرة السلة سيدات بالنادي في الموسم الحالي. وأكد العوضي أن الأهلي خلص كل إجراءات التعاقد مع يارا اللي أكيد هتكون إضافة كبيرة للفريق الفترة اللي جاية. أكيد طبعا بنتمنى لها كل التوفيق إن شاء الله في مشوارها مع الأهلي. نروح بقى لآخر خبر معانا.